مباشر من الدورة التدريبية لتطوير مهارات السلامة للسائقين الشباب في الأردن. أنا شادية بسيسو، معي زيد أشكناني من دولة الكويت. كيف حالك زيد؟ بخير. وأهلا وسهلا فيك بالأردن. زيد، عرفني أكثر عن حالك. اسمي زيد أشكناني من دولة الكويت. بديت رياضة سيارات يوم كان عمري 16 سنة في مملكة البحرين، بحرين انترناشونال سيركت. ودشيت بسباق البورش كاب هالموسم 2012-2013، الحمد لله خلصت المركز السادس. ما شاء الله. هلا رح نحكي اكثر عن مشاركاتك وخصوصا بالبورش جي تي 3 كاب، بس بالاول بحب اسالك شو سر حبك لرياضه السيارات؟ من صغري يعني كنت احب رياضه السيارات عشان امارسها. كنت تتابع فورمولا 1؟ طبعا فورمولا 1. تحب يوما ما تشارك بفورمولا 1 ولا انه بتحب اشياء ثانيه؟ ان شاء الله هو حلم يعني، بس ان شاء الله عن جد تحب انك تشارك بفورمولا 1. واو، ان شاء الله. اوكي، فسر حبك لرياضه السيارات انك انت بتتابع من زمان. في حدا بعيلتك بحب رياضه السيارات؟ ابوي كان يتابع، يعني هم يتابع. وهو اللي شجعك انك من متفرج تصير؟ اكيد هو اللي دعم السائق. اوكي، في 2010 بلشت تشارك بالأوبن تراك دايز بالبحرين، وبعدين شاركت بالبورش جي تي 3 كاب بال 2011. أكمل جولة؟ 12 جولة. شاركت بال 12 جولة؟ 6 دول. 6 دول. وشو النتائج كانت في المراكز اللي حققتها؟ أعلى نتيجة كانت بالجولة الثانية بأبو ظبي، المركز الثالث أوفرول. بأبو ظبي؟ أبو ظبي. في ياس مارينا سيركت. اوكي، واوفرول البطوله؟ اوفرول خلصت سادس. ترتيب العام سادس. سادس من اول مشاركه. باي فئه؟ بالبورش. بس انا هذا اوفرول، بس الثالث على فئتي السيلفر. اكزاكتلي الثالث على فئتك. اكيد الف مبروك، ولساتك صغيره، هلا ممكن لقدام بتحقق كل الاشياء ان شاء الله اللي بتحب تحققها. غير الفورمولا 1 لقدام، شو البطولات اللي بتحب تشارك فيها؟ بطولات في البورش سوبر كاب، يكون نفس الجي 3 كاب بس اللي يكون عالمي. راح اشارك فيه اني تايم سون، يعني عم بتحضر له ولا؟ ان شاء الله نحاول ان هالسنه جوله من جولات نشارك فيه. جوله من جولات. في اي شيء ثاني راح تشارك فيه قريبا؟ ان شاء الله الموسم الجاي هم بورش. اوكي بيرفكت. اكيد السبونسرشيب عمل كتير مهم، يعني حتى لو مثلا انت خبرتني انه ابوك بدعمك وكتير بحب رياضة السيارات، بس بيجي وقت على ليفل اعلى لما بدك تعمل بطولات كبيرة زي فورمولا 1 بصير بدك داعمين ورعاة. اكيد عندهم بادجتس كتير كبيرة. اكيد. شو بتحكي للرعاة لتشجعهم ليدعموك؟ اقدم احسن ما عندي على طول ان شاء الله اني احقق مراكز يعني. بس طيب، احنا بنتمنى لك كل التوفيق، وكثير بنحب نتابعك هلا بالبطوله بالجوله اللي رح تشارك فيها ببورش السوبر كاب، رايت؟ اوكي. وكيف بنلاقي التريننج لهلا؟ تريننج سيمينار زين، وانت تستفيدين من السيفتي، تعلمت اشياء جديده ما كنت تعرفها من قبل. اي اشياء السلامه، اي اشياء. اذا انت ما عم بتشارك بتريننج سيمينارز، كيف بتعرف عن امور السيفتي او الامور اللي تتعلق بالاشياء لازم يعرفها السائق يعني قبل ما تحضر التريننج؟ كيف تعرف الاشياء؟ ابحث عنها، وبعض مرات اسال يعني. اي، وبتسال السائقين؟ أيه. في سائقين بتتابعهم بالشرق الاوسط تعرفهم وبتسالهم؟ اي، عندك الامير عبد العزيز الفيصل، سعودي فالكنز. اي سعودي فالكنز كمان كان منافسك. اي منافسك وبتساله، فانتوا اصحاب يعني. اكيد. اوكي تمام. في اي حدا من السائقين بتحسه كمثل، يعني whether انه عنده سبونسر بتحب انت تصير زيه، ولا بيسوق بطريقه معينه، ولا بشارك ببطولات انت بتحب تشارك فيها؟ في عندك اي رول مودلز؟ يعني عندك الامير عبد العزيز شلون شارك بطولات عالميه، فبتحب كيف هو بيشارك بالبطولات ومسيرته يعني. نتمنى لك كل التوفيق. زيد اشكناني من دوله الكويت، وعندك وقت كتير إن شاء الله تحقق كل الأشياء اللي تحققها، خصوصا مع دعم الأهل وهو كتير مهم. هاي المقابلة وباقي المقابلات أكيد تقدر تشوفوها على الصفحة الرسمية لـ Syrian Automobile Club، نادي السيارات السوري على يوتيوب. خليكم معي.